بصوا لسان عصفور، عسل عسل عسل. ادي الصينيه بتاعتنا او الطاجن بتاعنا اللي هنعمله النهارده مع بعض ان شاء الله. والميزه كمان انها سهله وسريعه جدا، بس فطار كامل متكامل من كل حاجه، الف هنا وشفا. تعالوا بقى دلوقتي نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير بمنتهى السهوله. المقادير بتاعتنا زي ما قلت لك، اي حته لحمه عندك، بفتيك ماشي، لحمه خضار ماشي، اي حاجه عندك هتمشي، مش هتقول لا. وعندي بصل متقطع جوليان بالشكل ده، يعني زودي البصل شويه، ولسان عصفور متحمر لوحده، وبعد كده عندي طماطمتين مفرومين بالسكينه، وعندي فلفل الوان متقطع بالشكل ده، قرن فلفل حامي ممكن تستغني عنه لو ما عندكيش، لو اللي عندك عندك اطفال يعني ما بياكلوش الحاجه الحراقه، وملح وفلفل اسود وشويه بهارات. هي دي المقادير بتاعتنا. نقول تاني، بفتيك اللي انا شغاله بيه، وعندك لسان عصفور متحمر، فلفل رومي اصفر وفلفل رومي اخضر كده، تشكيله فلفل الوان كده حلوه، طماطم متقطعه مفرومه كده بالسكينه، وعندي كمان بصل وفلفل حامي، قرن فلفل حامي واحد، وملح وفلفل وبهارات، وطبعا الزيت والسمنه اللي هنشتغل بيهم. دلوقتي الزيت والسمنه سخنوا كويس قوي، هنزل بالبصل كده يدبل الاول مع البصل، وهو بيدبل هديله كده ريحه حلوه. هنزل بقرن الفلفل الحامي اللي قلت لكم عليه كده. البصله خلاص هيبتدي تدبل معانا، هروح واخده بقى قطع اللحمه بسم الله وانزل بيها كده على البصل. بصوا بقى على طول تبتدي تغير لونها كده بالشكل ده. هندي هنا في الاول رشه فلفل اسود بسم الله. هيا بينا رشه فلفل اسود كده، هاخد فلفل الوان بسم الله. وهقلب كده، وبعد كده الطماطم. انتوا عارفين كده الوصفه بتاعتنا خلصت. بس كده نقلب بالشكل ده، وبعدين نجيب كوبايه ميه نحطها على الخلطه الحلوه دي ونتبل وخلاص الدنيا معايا امان. يعني بصوا كده اهي شويه ميه بقى حلوين بسم الله كده. بس كده اللي بيحصل بقى دلوقتي، الميه دي هتخلي كل الاطعمه الحلوه دي، كل الاطعمه دي تاخد من بعضها. وهنتبل ادي شويه بهارات، اي بهارات مشكله عندك، وملح وفلفل اسود وخلاويص، وخلصت الشغلانه. ولسان العصفور متحمر تمام. بس كده صينيتك الحلوه بقى، فرنك شغال سخن جدا على اعلى درجه حراره الفرن. بصوا اهو ده في الاول بس هيبقى على اعلى درجه حراره. ادي الصينيه، هاخد كده الخلطه الحلوه دي اللي شوفوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله عليها اهي بالمنظر ده. هاجي بقى على لسان عصفور نفسه، وهاخد كده شويه مخليهم للاخر عشان هو كمان يتطعم بالمنظر ده اهو. وكل السوائل اللي هي كوبايه الميه اللي انا حطيتها دي هسيبها، دي هكمل بيها تسقيه في الاخر خالص. بصوا اظن مفيش يعني احلى من كده في الدنيا. هنقلب بقى هنا لسان العصفور اللي هو بخليه ياخد من الاطعمه الحلوه دي بالشكل ده كده بس. يعني حتى لسان العصفور ما سيبناهوش في حاله، لازم نطعمه هو كمان. نقرب بقى دول كده جنبينا ونغرف بقى. يلا نحط بقى لسان العصفور كده اللي متطعم كده على الوش. بعد كده السوائل دي اللي نزلت منها هنحطها بس كده هي الاول، يعني طبعا واخده الاطعمه كلها دي، واخده خلاصه الخلاصه. بصوا بقى المنظر حاجه كده عسل. وبعدين نكمل بالميه، وزي ما بقولك لو عندك شوربه يبقى حلو قوي 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 كده.
بنديله بقى العقد كانه رز بالظبط، يعني ما تديلوش شويه صغيرين زي لسان العصفور العادي، لا اديله كده كانك بتسوي رز اعلى، يعني زي ما بنخلي الميه فوق الرز كده برضو لسان العصفور نفس الحكايه. نديها بقى كده بالراحه كده، ايه نهز الصينيه كده بشويه بالراحه عشان السوائل دي تنزل تحت. بس يا ستي هتتغطى كويس قوي بالفويل، وده لازم واساسي معانا عشان يتشرب كويس. هنغطيها كويس بالفويل وتدخل على الشبكه على اعلى درجه حراره 10 دقائق، وبعد كده وطي عليها وسيبيها متغطيه، ما بنشيلش الغطا من عليها خالص، سيبيها متغطيه وسيبيها على نار هاديه خالص تتشرب كانك بتسوي رز بالظبط. والف هنا وشفا ليكم جميعا.